فيلمنا بيبدأ في نفس وقت الحرب العالمية الثانية مع طفل اسمه أنجس، طفل بيحب البحر لكنه بيخاف يقرب منه، ودايما بيتخيل انه لو نزل المية هيغرق ومحدش هيقدر ينقذه، وبيحب انه يجمع القواقع البحرية زي ما كان بيعمل زمان مع والده قبل كده، وبيلاقي صخرة كبيرة وزنها خفيف فبيقرر انه يحتفظ بيها، وبتجيله مامته اللي اسمها أنا عشان يرجعوا سوا البيت، وبيروح على مخزن البيت عشان يحط القواقع والصخرة الكبيرة، وبيبدأ انه يشوف الصخرة وبيلاقيها انها بتتقشر وبيكون لونها غريب وفي مادة لزجة نازلة منها شبه بيضة، لحد ما مامته بتندهله وبيسيبها وبتتحرك الصخرة حركة بسيطة بعدها، وبيجي الليل والهواء بيبقى قوي لدرجة انه بيفتح باب المخزن، وبينزل انجس المخزن لكنه بيلاقي ان البيضة وقع في الارض ومكسورة، وبيبدأ انه يحس بحركة حواليه وفي حاجات بتقع، وبيفضل ماشي ورا الصوت والحاجات اللي بتتكسر لحد ما بيلاقي كائن غريب صغير مستخبي منه، وبيحاول انجس انه يقرب ايده منه لكن الكائن من خوفه بيحاول يعضه، وبيجري انجس على المطبخ وبيجيب سكينه وبطاطس عشان يحطها للكائن يمكن ياكلها، وبيبدا انه ياكلها وبيسمح له انه يلمسه من غير ما يعضه، لكن انجس بياخد باله ان الكائن مجروح في ظهره، وبيجري يجيب شنطه الاسعافات عشان يعالج الكائن ده وبيسيبه في المخزن، وبيرجع اوضته عشان مامته ما تاخدش بالها انه اتاخر في المخزن، وبيجي تاني يوم وبيصحوا على صوت وجود كتيبه جيش موجوده في مدخل بيتهم، وبيخبط عليهم كابتن توماس وبيقول لهم ان الكتيبه هتفضل موجوده في جنينه بيتهم حسب اوامر مركز القياده لوقت محدد، والضباط بس هم اللي هيباتوا جوه البيت، وبيروح انجس للمكتبه بتاعت والده وبياخد منها قاموس، وبيروح على المخزن عشان يطمن على الكائن، وبيلاقي انه بياكل في الجزمه بتاعت والده وبيعرف انه جعان، وبيطلع على المطبخ وبياخد السله اللي فيها بواقي الاكل وبيديها للكائن عشان ياكل، وبيقرر انه يسمي الكائن كروزو على اسم مؤلف الكتاب المفضل لوالده، وبيفتح انجس القاموس عشان يعرف نوع كروزو ايه لكنه ما بيوصلش لاي نوع محدد، وبعد ما كروزو بيخلص اكل بيحاول انجس يلمس جلده لكنه بيلاقيه جاف جدا ومحتاج ميه، وبيحط في السله ميه على كروزو وبيلاقي انه بقى فرحان ومستمتع بالعمق في الميه، وبيبدا انجس انه يهتم بكروزو ويلعب معاه، وفي يوم بتدور عليه مامته علشان عايزه تقول له حاجه بخصوص والده، وبتقابل لويس عامل البيت الجديد وبتطلب منه انا انه يبدا في تنظيف المخزن لانها شاكه ان ابنها بيربي حيوان فيه والمفروض انه ممنوع تربيه الحيوانات في البيت، وبيبدا لويس في تنظيف المخزن وبيشوفه انجس وهو بيرمي المية اللي كان فيها كروزو لكنه ما بيكونش في المية، وبيسأله أنجس عن اللي بيعمله في مخزن والده وبيقوله لويس انه بينظفه بناء على أوامر والدته، وبيخرج أنجس يدور على كروزو في كل مكان لحد بالليل، وبيكون كروزو حجمه كبر وموجود جوه بيت أنجس، وبيجري وراه الكلب بتاع طباخ الكتيبة اللي اسمه سترانك، لكن الكلب بيكون مربوط في البوتاجاز وبيبوظ المطبخ لأنه بيشد الحبل جامد من جري ورا كروزو، وبيبوظ المطبخ وبيضطر سترانك انه يحبس الكلب جوه اوضه المخزن عشان ما يبوظش حاجه تاني، لحد ما انجس بيسمع اخته بتصوت وطالعه من الحمام جري وبيفهم ان كروزو فوق، وبيلحق اخته قبل ما تقول لحد وبيشرح لها كل حاجه وبيوريها ان كروزو مش مضر لكنه بيستغرب هو ازاي كبر بالسرعه دي، وبتوعده كريستي اخته انها مش هتقول لحد، وبتروح انا تاني يوم عشان تدي للويس هدوم جوزها القديمه، وبيشكرها لويس وبيقول لها انه هيشكر جوزها اما يرجع، لكن انا بتقول ان جوزها مش هيرجع لانه غرق مع سفينته من سنه وان ابنها ما يعرفش لحد دلوقتي خبر وفاة والده، وبتقوله ان الحمام عايز يتصلح، وبيطلع عشان يصلحه وبيكون انجس وجريستي جوه الحمام، وبيحاولوا انهم يمنعوا لويس من انه يدخل وما بيقدروش يمنعوه، وبيشوف كروزو وبعد ما بيهدى بيقول لهم انه شبه حصان البحر وانه حيوان اسطوري نادر ومحدش شافه في الحقيقه الا قليل جدا، وان الاساطير بتقول انه ذكر وانثى في نفس الوقت، واما يكبر بيبيض مره واحده بس وبعدها بيموت، وبيتاخروا كلهم في الحمام لحد ما انا بتدور عليهم، وبيترجوا لويس انه يخبي على مامتهم كمان وبيوافق، وبيقولوا لمامتهم انهم بيساعدوا لويس في تصليح انابيب الحمام وبيقدروا انهم يخبوا كروزو وما يتفضحوش قدام مامتهم، واثناء ما الجيش بيكون عامل وليمه في البيت بيخرج انجس من الحمام وبينسى الباب مفتوح وراه، وبيخرج كروزو من الحمام وبيطردوا الكلب وهو مفكوك في البيت، وبيبدا الكلب انه يكسر في كل اللي حواليه عشان يوصل لكروزو، وبينزل للدور الارضي جنب اوضه السفره اللي متجمع فيها ضباط الكتيبه وانا، لحد ما بيدخل عليهم وبيجري كروزو تحت السفره والكلب بيجري من فوق السفره وبيبوظ الوليمه، وبيخرج كروزو بره البيت وبيهرب من الكلب وبينط في النافوره اللي مليانه سمك وبيفضل ياكل فيهم لحد ما الشمس تطلع، وبيلاقي لويس انه حجمه زاد عن اخر مره، وبيضطروا انهم يحطوه في عربيه ويودوه اقرب بحيره ليهم وبيحرروه لان اخفائه في البيت بقى مستحيل، وبعد ما بيرجع انجس البيت بيلاقي ان والدته طلبت من الكابتن توماس انه يدربه مع الجيش والكتيبه عشان يتشغل في اي حاجه، وبيفضل انجس مشغول في التدريبات وما بيقدرش انه يروح يشوف كروزو اللي بيفضل مستنيه، لحد ما انجس بيقدر انه يهرب من توماس ويروح على البحيره اللي فيها كروزو وبيقعد مستنيه وما بيظهرش لحد ما بياخد انجس المركب وبيروح في نص البحيره، وبيلاقي كروزو وراه وبيكون حجمه كبير جدا وضخم من كتر اللي اكله وهو في البحيره، وبيكون كروزو عايز يلعب مع
معاه زي الاول، وبيركب انجس على ظهره وبيمشي بيه في الميه، وبيكون انجس مرعوب لانه بيخاف من الميه، لكنه بيتعود وبيستمتع وهو قاعد على ظهر كروزو، لحد ما بيلاقي انجس ان البحيره مقفوله بشبكه كبيره من الجيش. وبعد ما بيخلصوا لعب بيرجعوا كروزو على الشط، وقبل ما بينزل كروزو تحت الميه بياخد سترانك باله منه وهو في الميه، وبيرجع انجس بيته ويحكي للويس وكريستي اللي حصل وهو في منتهى السعاده. وبيجي تاني يوم وبياخدهم الكابتن توماس كلهم عشان يوريهم شغل الجيش على التله وخطه الكتيبه في ضرب الالمان لو قربوا على المنطقه اللي في البحر، وبيفرجوهم على قوه المدافع، وبيعملوا تجربه حيه في ضرب الصواريخ على البحيره اللي فيها كروزو. وبيتجنن انجس لما يعرف انهم هيضربوا في البحيره، وبيحاول انه يمنعهم لكنه بيفشل، وبتضرب الصواريخ، وبسبب ان انجس قرب من الصواريخ وكان هيتاذي بتعاقبه والدته وبتحبسه في البيت. وبيكون في واحد من سكان المدينه واثق انه شاف كروزو في مره، وفضل مراقب البحيره ومعاه المصور عشان يصوره اول ما يظهر، لكنه بيفشل في تصويره وبيلجا انه يزيف الصوره بسبب انه بيجري ورا الشهره. وبتنتشر الصوره في الجرايد، وبيشوفها سترانك وبياكد لزميله ووكر انه شافه حقيقي قدامه، وبيقرر ووكر وسترانك انه يصطادوه عشان يتشهر ويبقى قاتل الوحش. وفي نفس الوقت بيهرب انجس من البيت علشان يروح يطمن على كروزو من بعد الضرب اللي حصل له، وبيروح معاه لويس، وبيوصلوا لحد شط البحيره، وبيفضل انجس ينادي عليه لحد ما بيطلع كروزو وبيحاول انه يهاجمهم لولا ان لويس بينقذه. وبيفهمه لويس ان بعد اللي حصل كروزو بقى حيوان بري وبيهاجم اي شخص لانه بيفتكر اننا هنضره. وبيفضل انجس متضايق انه خسر صديقه وبيرجع البيت، لكنه بيسمع صوت الكلب بتاع سترانك وبيعرف ان في حد بيدور على كروزو عشان يصطاده. وفعلا بيكون ووكر وسترانك بيدوروا على كروزو لحد ما يهاجموه، وبيبلغوا المركز انهم بيتعرضوا للهجوم في البحيره وعايزين كل الصواريخ تتضرب فيها عشان ينقذوهم، ولكن المركب اللي هم راكبينه بيتقلب بيهم قريب من الشط. وبيكون كروزو هياكل سترانك بعد ما ووكر عمل الشط وهرب من الخوف، لكن انجس بيحاول انه يمنعه من قتله، وبيفضل داخل في الميه لحد ما بيغرق، وبيرمي كروزو سترانك بعيد وبينزل ينقذ انجس من الغرق، وبيقدر لويس انه يفوقه. وبيجي توماس وانا وبيشوفوا حصان البحر قدامهم، وبتتاكد انا ان ابنها ما كانش بيكذب ولا بيتخيل، لكن فجاه بيتم ضرب الصواريخ على البحيره بناء على بلاغ المركب قبل ما يتقلب. وبيحاول انجس انه يخلي كروزو يهرب بعيد عن الصواريخ، وبيركب عليه عشان يرشده للطريق اللي هيخرجه بره البحيره ويبعد عن مجال الضرب، ولان الجو بيكون عاصف وامطاره غزيره ما بيقدرش توماس انه يلغي الاوامر من خلال اللاسلكي. وبتبلغ جنود المراقبه انها شايفه حاجه شبه منظار الغواصه، وبيفتكروها غواصه المانيه جايه تهجم عليهم، لكنها في الحقيقه بتبقى راس كروزو. وبيستمر الضرب على كروزو وانجس، وبيتم رفع الشبكه اكتر لمنع الغواصه اللي هي كروزو من تخطي الشبكه. وبيكون توماس وانا راكبين مركب ورا انجس عشان ينقذوه لو غرق، وبيقرر انجس انه يسيب كروزو علشان يستخبى تحت الميه بعيد عن الضرب، وبيروح لمامته على المركب، لكن بينزل كروزو تحت الميه وبيقدر انه ينط اعلى من الشبكه، وبينزل عليها لدرجه انها بتتخلع من البرج المتثبته فيه، وبيهرب كروزو للبحر وبيتحرر اخيرا. وبيشوفوا انجس للمره الاخيره وهو بيعوم في البحر لحظه الشروق كانه بيودع صديقه الوحيد. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.